لكن كل الغرض من هذه الأسرار العجيبة هو أنك أنت تختبر محبة المسيح وتختبر خلاص المسيح. المسيح جاء حتى يضحي بنفسه من أجلك، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه، وهو بذل نفسه فدية عن كثيرين. فإحنا منحب الله بسبب أنه أحبنا، وأن المسيح ضحى بنفسه، هو الضحية، ضحى بنفسه من أجلنا حتى أنت وأنا لا نهلك بل يكون لنا الحياة الأبدية. ولما تأتي إلى معرفة المسيح عندك حب أنك تعرف أكثر وأكثر، مثل ما ذكر الدكتور عماد، أنت بتحب الطبيعة بتستمتع بجمال الطبيعة، بعد شوي بتصير بدك تعرف تفاصيل الورقة والإخضرار وكل هذه التفاصيل، هذه لأنه في محبة في داخلك لشخص المسيح العجيب فتريد أن تعرف أكثر. إذا عندك سؤال ابعت إلنا والرب يباركك.